السلام عليكم خوتي وخواتاتي اسمحوا لي درت لايف دروك وللاسف دركت في في البوطون بالغلط راح لي كل شيء الحاجه اللي بغيت نقولها كما قلت سابقا نعاودها انه الصفحه هذه اولا واخيرا غادي نعطيكم خبر 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 جديد ورسمي رسمي مليون بالمئه انه بوتفليقه مات الله يرحمه بوتفليقه مات الله يرحمه آه خبر رسمي ما فيه لا ولا هم يحزنون وناكد لكم هذا الشيء لانه انا بما بما اني نخدم في سبيطار آه في لا عندي ناس نعرفهم في لاسويس سويس اتصلت بهم يخدموا تكوما في سبيطار تاع لا سويس اكثر من هذا الشيء باش ما نعرضهمش للمشاكل باش ما نعرضش الناس للمشاكل آه نقول لكم باللي الخبر الرسمي مليون بالمية انه بوتفليقة مات متواجد في مارك تاع لاسويس ما راه لا في الويتي ايطاج ولا في ايطاج ولا في بوزريات كما راهم يهضروا هذا كل شيء تمثيل في تمثيل المسرحيات راهم نلعبوا فيها باش يودرو الناس ويودرو الصحافه ويودرو آه يودرو يودرو الناس كيما قلت بوتفليقة مات رسميا متواجد في لا على تاع سويس قالوها لي الناس آه يخدموا في السبيطار تاع لا سويس زملاء ما نجمش ما نجمش نقول كتر من هذا الشيء باش ما نعرضهمش للمشاكل لانه حنا كي نخدموا في في اوروب ماشي كيما في الجزائر كي يجي عندنا المريض لازم يكون عندنا سر المهنه ونحترموا المريض ونحترموا لا تاع المريض او اقارب تاع المريض لانه مش من حقنا كي يجي عندي مريض ويقول لي يقولنا باللي لازم نكون اني باغي نكون نكون في سريه تامه وحتى واحد ما يعرف ممنوع علينا منعا بتا انه نقولوا للناس بانه الشخص هذا متواجد عندنا ولا الى شخص غايب عن الوعي عائلته يهضروا في بلاصته ويقروا في بلاصته من حقهم ويقولوا انه احنا ما حابين حتى واحد يعرف انه الشخص هذا متواجد عندكم في لوبيتال فن نكرو انه الشخص هذا متواجد في لوبيتال ولكن الخبر كاين اكرام الميت دفنه نعم طيب حميتو اكرام الديم الميت دفنه مش ترشيحه الخبر متاكده منه مليار بالميه انه بوتفليقه ميت متواجد في لامور متواجد على سويس مرة في لاموك تاع لاسويس ما راه لا في الويتي ميطاج ولا في اللعبة كاع هادي راهم يلعبوا فيها انه ناصر بوتفليقة والسعيد بوتفليقة اليوم راه تما تاني متواجدين في في الويتيام ايطاج بحراسة مشددة هذا كل شيء تمثيل في تمثيل وباش يلعبوا بينا ويقولوا لكم الطياره طارت والطياره هودت الجزائر وما نش عارف واش خرطي في خرطي الطياره فارغه ما فيها لا بوتفليقه ولا هم يحزنون خدموا مخكم الطياره شفتوا بوتفليقه نتوما فيها ما وراكمش بوتفليقه شفتوا طياره طارت الطياره نزلت الطياره طارت من لا سويس حطت في الجزائر قال بوتفليقه وزا. بوتفليقة راه ميت راه لا سويس كما قلت لكم بخبر مؤكد مليار بالمئة وعلى مسؤوليتي اللي حب يشارعني شارعني واللي حب يكذبني يقابلني بوتفليقة يقول لي ها هو بوتفليقة هنا وراكي كذابة نعطيكم اسمي ولقبي ومكان وين انا متواجدة فيه اسمي سمية بن مسعود ساكنة في لا في أبصالة اللي حب يشارعني شارعني قابلوني بوتفليقة فاصا فص وهذاك الوقت كذبوني بوتفليقة ميت رسميا بوتفليقه متواجد في لا كونجيلاتور تاع السويس سويس ما كاينش بوتفليقه إن بلو يمانو. يا شعب فيقو ما كاين لا طياره لا بطاطا طياره طارت خاويه نزلت خاويه قالوا لكم بوتفليقه طار بوتفليقه هود بوتفليقه مات الله يرحمه ويسع عليه اكرام المية دفنه كيما طيب حميتو مش ترشيحه هذا خبر على مسؤوليتي يعطيكم اسمي لقبي وانا وين كاينه اللي كذبني يجي يقابلني ويشرعني الا بغى يشرع ويواجهني بوتفليقه حي السلام عليكم خوتي وان شاء الله الميساج وصل واللي بغا يدير بارطاجي بارطاجي وبغيت نقول حاجه الصفحه هذه ما تولي صفحه خاصه غادي نديرها صفحه عامه اللي بغا يقعد مرحبا اللي ما بغاش يقعد الله يهنيه نفهم العقليه تاع الجزائريين وتاع تاع العرب كلهم ونحترم كل العقليات اللي بغا يقعد معايا في الصفحه اهلا وسهلا اللي ما بغاش الله يهني كل واحد السلام عليكم خوتي تبقاو على خير وسلامه